هذه طلاب المدارس الابتدائية والثانوية بمدن جوري باجاسولا وحراس مانجنج بأدوات مدرسية مقدمة من قبل منظمة سويت شات. مناسبات توزيع هذه الأدوات شهدت حضورا كبيرا من أساتذة تلك المؤسسات. آدم أبو بكر إدريس. إن من ضمن الأهداف التي رسمتها منظمة سويت شات بشأن تعليم الفتاة واستغلاليتها ومنعها من الزواج المبكر خطوة ترمي إلى تحقيق التعليم النوعي للبنت ومساعدتها في ممارسة نشاطاتها الاجتماعية والاقتصادية. وهذا ما أدى بمنظمة سويت شات على حمل شعار تعليم البنت ومنعها من الزواج المبكر واستغلالية المرأة في دول الساحل الأفريقي. ففي مدينة غوري قامت المنظمة بتوزيع أدوات مدرسية لعدد من الفتيات لتحفيزهن في مواصلة التعليم حتى المراحل الأخيرة. هذا وقد تراس حفل التوزيع محافظ أنغوري والذي رحب بهذه الخطوة التي تؤدي إلى تعليم البنت وتشجيعها في مواجهة الحياة. وفي مدينة بول حاضرت إقليم البحيرة حيث تجمع الإداريون والشيوخ التقليديون للمشاركة في عملية التوزيع. أما في مدينة باجاسولا محافظ باجاسولا قدم كلمة أكد فيها بالدور الإيجابي للمنظمة، ثم عقبته مديرة تعليم البنت بوزارة التربية الوطنية فاطمة تابو كلمة أشارت فيها بضرورة العناية بالبنت وتعليمها ومساعدتها في المسيرة التعليمية. ومن ثم توجهت بعثة المنظمة إلى إقليم السلامات حيث كانت المحطة الأولى حراس مانجن، وتجمع المسؤولون هناك للمشاركة في عملية التوزيع. حينها قام ممثل وزارة التربية أدان والذي قال إن هذه المعونات ستدفع بالفتاة إلى مواصلة تعليمها، كما دعا محافظ الحراز جميع المواطنين لمساعدة الفتيات في تلقي التعليم النوعي. ده ملما التاني نلم في الليسي لتقسيم المعدات المدرسية لبناتنا، والفرح نقسم مع بلاسيو أنا حراز مانجين، لأنه أمر ضروري جدا، اهتمام بتعليم البنات أمر ضروري. وفي نفس المنوال تجمع طلاب وطالبات الثانوية المزدوجة لمدينة أم التيمان للحصول على حصتهم من المعدات والوسائل التعليمية. وبدأ حفل توزيع الأدوات بحفل خطابي تحدث ومحافظ أم التيمان ومندوب التربية الوطنية. وفي أبو دية ترأس الحفل المحافظ حمزة عبد الرحيم حيث حظي العديد من الفتيات على المعدات المدرسية. هذا وقد رحب بهذه البادرة رئيس أولياء أمور التلاميذ وعبد رضائه التام. ودائما ندور المنظمة زيادة تجد بأنكوريجي بناتنا وأولادنا كلها في المدرسة. وللتذكير فإن منظمة سويت شات تعمل على توفير المعدات المدرسية وتتكفل بإعانة 10,000 بنت على مستوى الأقاليم الأربع السالفة الذكر خلال العام الدراسي 2017-2018.